حراره بس. المطعم هذا قديم له 40 سنه او زياده. دواء ويقلوها في البيت. هي اكله هي بخاريه يعني. فهد ما شاء الله اللحم بشكل يومي. يومي بيذبحوا هم في المسرح. يومي. عايز تشوفها في الفريم هنا جوا قاعده هيك. قلت الفريم بشكل يومي. ايوه تعال. هذا ممكن 39 سنه فايده. الله يحييكم يا شباب. اليوم مقطعنا عن أكلة صينية ويعتبر أكلة حجازية أيضا، المنتو يعتبر أكلة صينية، وأيضا اليغمش يعتبر من أكلات الأفغانية، والآن يعتبر أكلة حجازية، وحنتكلم بالتفاصيل في أحد مطاعم المدينة المنورة، مطعم عابد. يعتبر مطعم عابد من أشهر مطاعم المدينة المنورة على شارع سلطانة، يعتبر أقدم فرع موجود. بالضبط ما أعرف كم فرع، لكن يعتبر من أقدم الفروع. نحن اليوم مع شخص يعتبر من أحفاد عابد. الله يحييك. الله يحييك يا هلا. كيف حالك؟ طيب والله الحمد لله بخير ونعم. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. تاريخ تاريخ المطعم ما شاء الله. مطعم عابد من هو احنا بنسميه يعني يغمش ومنتو عابد، من ايام السبعينات الهجريه كان في محل حق ابو جدي، تمام؟ كان عندنا محل في ايام السبعينات الهجريه في شارع العينيه، وهذا هذا الفرع له تقريبا 48 سنه. هذا الفرع الان شارع سلطان. اي نعم 48 سنه، وله صوره قديمه عندي ان شاء الله بوريك اياها ما شاء الله تبارك الله باذن الله. فاحنا مختصين في اليغمش والمنتو. طبعا اليغمش عندنا حجري على الفحم جوة النور على الفحم، مختصين باليغمش والمنتو، وعندنا رز بخاري ورز كابلي. واتفضل معنا استاذ يوسف نوريك المنتجات اللي عندنا والاصناف اللي في. طبعا عندنا اول صنف عندنا الرز بخاري باللحم، عندنا الصنف الثاني في عندنا الرز كابلي، وعندنا رز بخاري سادة. طبعا اللي يميزنا في الرز البخاري عندنا رز البخاري بالجزر والزبيب. بالزبيب؟ نعم زبيب والجزر فيه، هذا اللي يميزنا فيه. رز باللحم؟ اي نعم، وفي رز باللحم وفي رز سادة. نعم يا تفضل. في عندنا الاصناف الثانية، في عندنا سمبوسك باللحم، بوف باللحم، سمبوسك بالجبن. في عندنا ادامات، طبعا الادامات عندنا اربع انواع اربع اصناف فيها. في عندنا ادام مشكل خضار، ملوخية، في بامية، في عندنا مسكر. مين وجهك على المطعم ده؟ والله المطعم هذا اسمه سابق ما شاء الله تبارك الله على مر التاريخ. ما شاء الله تبارك. يعني ارتبط بالمدينة خلاص. مطعم عابد منتو عابد مرتبط بالمدينة. ما شاء الله. اي والله لا طرب بالك المنتو والاكل القديم تعال. استاذ يوسف احنا من ايام السبعينات الهجريه كان اول فرع لنا في المدينه المنوره او تقريبا في المملكه. ما شاء الله. مانتو اليوم هذه الصوره ايام السبعينات. نفس هذا المحل اتوقع. المحل كان عندك هذا المحل كان جنب السياره. هذه ايام حكاوي حكاوي جدي، من ايام حكاوي جدي احنا نسمع الورد. وما زلتوا على نفس المحل يعني؟ اي نعم مو على نفس المحل، مو هذا الفرع، كان فرع قديم كان شارع اسمه العينيه زمان كان موجود. كم فرع لعابد الان؟ الان اثنين في شارع سلطانه وشارع قربان. قبل فترة قبل موضوع الهدد في الهدد الحرم كان عندنا 6 فروع في المدينة وفرعين في جدة. ومطعم يعني من أحسن المطاعم. وناس يعني رجل يعني لا يعلى عليه. ما شاء الله. أي والله قديم 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 يعني إيش أقول لك؟ من أيام أيام أيام. أيام الدنيا دنيا. هو مطعم ومطعم عابد مكان ما هو موجود حتى الان؟ مكان ما هو موجود حتى الان هذا هو زمان زمان مطعم عابد وزي ما هو اقلات وما غير شيء ما غير ولا حاجه. تفضل معك نشوف مكان تحضير المنتو. تفضل. طيب يا اخوان الله يعطيكم العافيه، نحن الان متوجهين الى لما نشوف محل المنتو واليغمش. مكان تحضير المنتو واليغمش. وين مكان تحضير المنتو واليغمش؟ المنتو يا مش يوميا بالشكل هذا، هنا مكان تحضير العجين والمفروم الين الصاج والطبخ من هنا. استاذ فاضل الله يعطيك العافيه، اللف يختلف
في موضوع المنتو واليرمش؟ لا مختلف. تعال شوف طريقة المنتو. هذه طريقة لف المنتو. تكون بهذا الشكل. هنا العجين مع اللحم والتطبيق يكون على الصاج هذا ويدهن من فوق السمنة بس. طبعا لا اليرمش بهذه الطريقة اللفة. تطبيقه بهذه الطريقة. يختلف مختلفة تماما. يختلف العجين ويختلف شكل العجينة تختلف. العجينة نعم. ما هي نفس العجينة؟ لا مو نفس. ايش الفرق بين العجينة الأولى والثانية؟ هذه يكون فيها حليب. هذه تكون فيها حليب. نعم. وهذه يكون فيها سمنة. شباب الله يعطيكم العافية، نحن الآن داخل مكان تحضير المنتو واليغمش في محل عابد. هذا جديد؟ ايوه. اللحم يوم بيوم على طول. عندكم لحم يوم بيوم؟ ايوه لحم بيوم بيوم. ما تقدرش اصل انت سمعة محل لا تقدر تلعب فيه، لو لعبت فيها يبقى المنتج بتاعك انتهي بالفعل. ولا 48 سنة راحت على هواء. بقول اللحم يعني من لو انت لعبت في المنتج ما فيش حد راح يجي لك. فهذا ما شاء الله اللحم بشكل يومي. يومي بيذبحوا هم في المسلح. عجينة يغمش وعجينة المنتو ترى مختلفة، لأنه عجينة المنتو زي ما عرفنا من الأستاذ فؤاد إنها بالحليب، وبالنسبة لعجينة اليغمش فهي بالسمن. طيب ليش المنتو مو بالسمن؟ ليش بالحليب؟ بالحليب بيدوا له مثلا طعم ونكهه، وبيبقى مثلا ابيض يعني المنتو بيطيب على البخار فبيدي له طعم ونكهه اعلى يعني، وبيخليه لين يعني. هذا هو السبب الاساسي لانه هو بالحليب. أيوة. طب هل يمكن احنا نسوي منتو بالسمن؟ لا السمنه بتخليه اصفر يعني، المنتو اساسه ابيض يعني. ابيض فالحليب بيخليه ابيض بزياده يعني، لكن السمن هتخليه اصفر. لحم المنتو واليغمش واحد؟ لحم حاشي طازه يعني. ومن مكونات اللحمه نفس المكونات اللحمه بس طريقه السوى اللي تختلف يعني، ده بيستوي على الجنب ده بيستوي على البخار يعني. هذا هو الفرق. هذا الفرق وبس في العجينه يعني. السمن يعني. ده بالسمن ده بالحليب. هو المنتو اتوقع هو اكله مدنيه. هي اكله هي بخاريه يعني. هي بخاريه بالفعل. هذا الصحيح، هي البخاريه. هي بخارية. لكن بقى في المدينه اشتهرت في المدينه يعني، من انا حتى من جيت المدينه هنا من 13 سنه لقيتها ان هي محبوبه ومشهوره، وان هي من قبل ممكن 80 سنه ولا 100 سنه يعني زباين كتير تيجي من برا المدينه تيجي تسال يقول لك دي الاكلات المدينه مشهوره بيها يعني. المنتو اللي نعرف يا عمي هذا المطعم من ايام المطعم هذا قديم له 40 سنه او زياده. 40 سنه ما شاء الله زمان. ايوه عابد هو كان مشهور من زمان يعني. من زمان مشهور يا ابوي، اهل المدينه كلهم يعرفونه. يقارب بين ال 50 سنه ما شاء الله تبارك الله في نفس الموقع السلطانه، والعمل اساسا يعتبر متوارث ابن عن جد. نجينا لقينا صاحبات المحل شغالين من نفسه. ما شاء الله تبارك الله. يعني جد فؤاد كان شغال بنفسه. كان شغال بنفسه على المنتو. جد الثاني اللي في قربان برضه كان شغال بنفسه. ابو جدهم كان شغال بنفسه. فهي اساسا المهنه يعني يعني من شارع العينيه من ايام الحرم القديم هو شغال. هذه شغله اتوقع متوارثه. ايوه ابن عن جد. فنحن اليوم حنوريكم طريقه طبخ المنتو واليغمش عند محل عابد. هذا هو المنتو. هذا المنتو على البخار عجين جواد لحم مفروم. احنا مختصين بالمنتو واليغمش. كمون نحط فوق الكمون مع الطلب، اذا حاب نحط معه شطه ونحط معه شطه. طبعا هذا المنتو تفضل يعني شيل هذا يفرق. طبعا نسجل فينا مكان تحضير المنتو. نخلي نحط اول شيء الصاج هذا هنا على الموية على البخار. اول ما يستوي من البخار نحطه هنا على نار هادية، وبعد نحطه على نار هادية اي زبون يطلب نعبي المنتو هنا في الصحون هذه. طبعا عندنا صحنين حجمين صغير وكبير، نعبيها ونسلمها عند الشباك هذا.
الكبات هذا يسلم الزبون الطالب. هذا هذا مكان المنتو، هذا مكان التحضير. هذا مكان يعتبر تسليم المنتو. نعم. ما شاء الله تبارك الله، هذا مكان اللي هو تحضير المنتو زي ما انكم شايفين. اول شيء على البخار، على اول بخار، بعدين صغير قدر صغير، بعدين هنا على طول جبن صحن، على صحن صغير 5 ريال، على صحن 10 ريال، على صحن كبير، على صحن كبير ايوه 12 ريال، 12 حبه. بعدين جبن كلمه هذا منتو صار كمون وتسطى، بعدين غفل نتكلم عن المنتو اليرمش. هي الاكلات المتخصصين فيها اللي هي لها اكثر من 100 سنه، هي اكثر من 100 سنه، اكثر من 100 سنه. انا بالنسبه استاذ محمد في شيء اسمه منتو، يقول لك منتو اصلي الان ومنتو كذاب، ايش هذا؟ لا هذا في فرق كبير. المنتو الاصلي اللي هو منتو عربي، المنتو باللحمه الطازه الحاشي. المنتو الكذاب ده المنتو اليماني اللي هو بدون لحم. اليماني هو ايوه، هو اسمه المنتو اليماني، المنتو الكذاب. تكلموا عن مطعم عابد في الكومنتات، يعني الشباب باذن الله تعالى حيردوا عليكم. عندكم خطط تطويريه، عندكم شيء بالفعل تطوروا هذا المطعم، يعتبر مطعم تراثي مدني. ان شاء الله اهم شيء ارائكم، نقدر نحسن اذا في اي ملاحظات، وان شاء الله بيعجبكم المنتج تبعنا باذن الله المنتو اليماني. طيب يا اخوان الله يعطيكم العافيه، نحن كده وصلنا لنهايه حلقه اليوم. للمعلوميه انه المنتو واليغمش ما كانت اكله حجازيه، والان تعتبر اكله حجازيه. نشوفكم في الحلقات القادمه، يعطيكم العافيه. سلام سلام.